عايز أبدأ بقى الأول بسؤال يعني مهم قوي، الراجل ليه يلجأ لزراعة الشعر؟ الحقيقة يعني من خلال تجربتي مع مئات وآلاف العملاء بسألهم السؤال ده دايما في العيادة، ليه عايز تعمل العملية طالما أنت خلاص قررت وجيت للعيادة؟ الحقيقة أنا قدرت أصنفهم أكتر من تصنيف، يا إما في مرحلة العشرينات بيكون هو عايز يخطب أو يتجوز، ده الهدف الوحيد تقريبا يعني، أو مقدم على شغلانة فيها برزنتيشن مهم فلازم إن هو يرجع شعره تاني والعملية بقت سهلة فليه لأ. يا إما بيجيلي في أواخر الثلاثينات وداخل على الأربعينات بيقول لي أنا العمر اتسرق، أنا بقالي 10 سنين شغال فجأة لقيت نفسي كبرت في السن، عايز يطلع ببص في المراية كبرت أو عايز يتجوز تاني وكتير على فكرة. فمرة واحد بقول له مبروك النتيجة أنت بقيت كويس، أوعى بقى تكون بتفكر تتجوز تاني، قال لي لأ ما دي مراتي التانية على طول كده. في ناس طبعا بتتعرض للتنمر، حد يقول لي مثلا انا بنتي في المدرسه اصحابها بيتريقوا عشان انا بوصلها فشافوني اصلع، صحابي بيتريقوا عليا، الحاجات دي مشهوره جدا، التنمر احد الاسباب. فاجمالا يا اما هو عايز يبدا حياته، يا اما هو عايز يحسن شكله، يا اما هو بيتعرض لمضايقات او تنمر مع سهوله العمليه وما عادش فيه مضاعفات ليها وبقت دقيقه ونتائجها كويسه، فليه لا بقت زيها زي المظهر بالظبط. حلو قوي. هو الصلع له انواع؟ طبعا الصلع ليه انواع، بس اشهرهم عند الرجاله هو النوع الوراثي لان هو بيجي بنسبه 90%. في اسباب تانية طبعا، بعض الادويه والدايت القاسي والاستعلبه وبعض الامراض، لكن اشهرهم عند الرجال هو الصلع الوراثي، وليه درجات مختلفه وبيبدا في اعمار مختلفه من بعد البلوغ. يعني لكن برضو هو كل صلع يمكن أن يعالج بزراعة شعر ولا في أنواع ممكن ما تعالجش؟ طبعا لو النوع وراثي ينفع يتعمل له زراعة شعر، لكن احنا لما بنيجي نصنف درجات الصلع بنوصل أحيانا للدرجة الأخيرة خالص اللي هي درجة 7، اللي هو فكرة عملية زراعة الشعر إن احنا بنسحب البصيلات من المنطقة المانحة وبنحطها في المنطقه الاماميه. فالمنطقه المانحه دي الشعرايه اللي بناخدها ما بترجعش تاني، فلازم تكون كبيره او كويسه علشان نقدر ناخد منها عدد يغطي المنطقه. لو مساحه الصلع ضخمه جدا وما عندوش مثلا الا شريط صغير من المنطقه المانحه، خلاص يبقى ده مش هنقدر نعمله العمليه، ده بنرفض عمل العمليه وبنقول له ممكن تعمل بقى زي بروس ويلز او النجوم اللي بتحلق زيرو وبتعيش حياتها بالشكل ده. يعني بروس ويلز مثلا كمثال، مين تاني زي بروس ويلز، جيسون ستاثمان، الناس دي كانوا ما ينفعهمش زراعة شعر، درجة الصلع عندهم كبيرة جدا. فمش هتبقى مرضية بالنسبة له. وكمان هم أحيانا لما بيجوا يعملوا العملية، في ناس كتير جدا من اللي بتجيلي العيادة بيبقى جرب الأول يحلق زيرو ويشوف شكله هيبقى حلو شكله ولا لأ. في ناس تقولك لأ أنا شكلي دي بقى وحش قوي، في حد تاني يقول لا انا شكلي بقى جميل خلاص هكمل كده. وده اللي بيخلي العميل يلجا للعمليه او يرضى بالامر الواقع. يعني مثلا حاله زي دي، حاله دي انا لما اشوفها والله انا عجبني الشغل جدا، ما شاء الله شغلك رائع جدا، بس لا يخطر في بالي ان ده ينفع. يعني انا اشوف، انا انت صلحت لي النهارده مفاهيم، يعني جبت لي حاله لا يخطر في بالي ان ينفعها زراعه، لا يصلح لها زراعه، نص راسه فاضي. بس خلاص بالحسابات والكالكوليشن بنقدر نعمل ترتيب معين للشعر، بناخد البصيلات الرفيعه نحطها قدام عشان الشكل يطلع ناتشرال، بعد كده بناخد البصيلات اللي هي بتدي اعداد اكتر نحطها ورا شويه، وبنعمل كاموفلاج بحيث ان العدد الكبير يكون قدام ثم بعد كده يبقى العدد الاقل شويه ورا، فبيدي شكل طبيعي وناتشرال، والتقنيات كمان اتغيرت جدا عشان نقدر نوصل للأشكال الطبيعية دي.